علي ستاتشون بلاتي راه بديت قبيلة. السلام عليكم ورحمة الله، جيناكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم فضفضة بنات. عنوان حلقتنا اليوم هو الميك اب او هوس المكياج عند البنات. عند البنات وحتى الولاد وقيلة، يمكن شوية الجلوس، شوية الماسكارا، شوية الفوندوتان، مهم ولو فحال فحال. إن الله جميل يحب الجمال، والحمد لله مؤخرا ولينا كنشوفوا الجمال بزاف سواء عند البنات ولا عند الولاد. المكياج ولات شي حاجه ضروريه في حياتنا، شي حاجه مسلمه. كيف ما الطبيب عنده الماتيريال ديالو، اولا البناي عنده الماتيريال ديالو، حتى حنا عندنا الماتيريال ديالنا. عندنا حقيبه اللي ما يمكنش نفرطوا فيها، ماشي ديال الفلوس ولا ديال الاوراق، انما ديال المكياج. هذه هي الصوره النمطيه عند النساء. المكياج عند النساء فحالو فحال القناع. مثلا ناخذوا هاد السيده، اكيد كلشي غيكون زوينه، ولكن ها كيفاش كانت قبل، وهذه ها كيفاش كانت قبل، وايضا هذه ها الصوره الاصليه ديالها قبل. واكيد ماشي تريكاج او فوتوشوب، وانما ميك اب او مكياج. ومن بين الانعكاسات الكثيره ديال الميك اب كنلقاو ارتفاع نسبه الطلاق، حيت بكل بساطه السيده اللي كيشوف في الزنقه اولا في القهوه اولا في شي مناسبه ماشي هي اللي كتكون حداه الغد اللي تلعت. وفي الاخير بغينا نقول لكم بلا الميك اب ميك اب القلب. كيفاش يعني نتخلصوا من الغل، من الحقد، ومن الحسد، ونعاونوا بعضياتنا ونبغيو الخير لبعضياتنا. ايضا الميك اب ميك اب العقل، كيفاش اننا نكونوا متجددين التفكير، يكون عندنا تفكير سليم، اننا نكونوا متجددين المطالعه. كيقولوا جمال جمال الروح، وماشي مهم اننا نديروا المكياج يوميا. انا كندير المكياج، كلنا كنديروا المكياج، ولكن ماشي شي حاجه ضروريه. ممكن دابا نمسحوا قدامكم. واو كي جيتكم بلا مكياج؟ نتلاقاو في لي كومونتير. تشاو.